رشا، وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم. سرعة الحياة ومصاعبة اليوم غيرت كثير من المفاهيم اليوم الموجودة عند الأسر السورية، وخصوصا بتربيتها لأولادها. أكيد، وغيرت اليوم بكيف كنا نستقبل العيد، شو هي الأشياء اللي ضلت بذاكرتنا من أيام العيد، من صور، من ذكريات، من عيدية، من أكلة طيبة وقطعة الثياب الجديدة، هذا الشيء كله تغير اليوم. صحيح، ولأنه بأيام مباركة رشا، قديش اليوم حلو نستفيد من هي الأجواء الإيجابية ونحاول نعزز القيم الاجتماعية والأخلاقية ضمن الأسرة. كثير من الاستفسارات اليوم رح نطرحها على ضيفتنا الدكتورة رولا الصيداوي، أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله. بنقول لك أضحى مبارك، نحن بالأيام الأخيرة إن شاء الله. هلا ايام مباركه وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير يا رب. اهلا وسهلا. اليوم عم نحكي هيك انه نحن ضمن هي الظروف والتطورات والتغيرات اللي صارت، تغيرت مفاهيم كثيره وخاصه بالاعياد. خلينا نحكي نحن كيف قدرانين نحافظ ولو بجزء بسيط بالامكانيات المتاحه على هي المفاهيم. بدايه نحن بنقول انه القيمه المعنويه الكبيره لمعنى العيد، واي عيد كان سواء عيد الاضحى، الفطر، الاعياد خلال السنه، هي لها قيمه كبيره. والاجمل من ذلك انه نحن كيف نعززهم عند اطفالنا، عند اولادنا، حتى عند كبار المسنين، هن عزنا وبركتنا. بنقول انفقدت للاسف بسبب الظروف الصعبه، الظروف اللي نحن خارجه عن ارادتنا، لكن نحن دورنا ولو بالشيء المستطاع انه نقدر نعزز لهم انه هذا المفهوم، نرجع نعزز مثل ما كان سابقا. اول يوم العيد له طابع خاص، التواصل، المعايدات، الجمعه. الان للاسف صح في وسائل تواصل وفي تكنولوجيا تطورت وفي الى اخره، لكن عم نفقد هذا الشيء. اولادنا ما عاد عندهم هذا الاهتمام انه عيد او غير عيد، صار عندهم المعنى جدا روتيني مثل اي يوم بيمرق. فنحن هون دورنا ودور الاهل بالذات ودور المحيط والمعلمين كيف يعززوا ويهيئوا لهي المعنى الحقيقي. تمام. بظل الاوضاع الاجتماعيه والمتغيرات يلي عم تكون، بنحس طبيعه الظروف قسيت علينا، وكثير من القيم من يوم بعض الاشخاص بيقولوا انه ما لازم بقى، مع انه هي قيم ايجابيه، انه صارت سلبيه او ما كثير لازم بقى نلتزم فيها، وهذا الشيء يمكن ما انه صحيح ابدا، وخصوصا لما نحكي عن تنشئه الاطفال. نعم. خلينا نركز مع حضرتك هيك على اهم القيم اليوم برايك يلي لازم الاسره ترجع وتحييها بنفس الوقت. هلا في نقطه هي مهمه، نحن علينا انه ننشر بشكل عام، انا كام او كاب او كما بين صديقاتي بين زملائي، انه مفهوم العيد مو بس انا مباراه مع مثلا زملائي او معارفي، شو انا جبت ضيافي اكثر، شو قدمت اكثر، لا، اصل المفهوم العيد القيمه الجوهريه فيه انه انا بس اتواصل مع الغير. الان وضع صعب، اكيد وضع اقتصادي صعب، نحن ما بننكر، فنحن بهمنا التواصل، هذا التواصل بس انشره انا، والقيمه انه انا مجرد كل عام وانتم بخير، انا تواصلت مع الغير، سواء انا قدرت امن كل متطلبات البيت لاولادي بالنسبه خصوصي بالعيد انا عم بحكي، او ما قدرت، وضع صعب، يكفي انه نحن نعزز لهم هذا التواصل، ونحن ننشر يعني نعلمهم لاولادنا. طبعا انا بدي اكون قول وفعل، يعني اقرن القول مع العمل. فهون عند ابنائنا بس انا يشوفوني كأم، انه انا عم باخذهم لبيت جدهم، مثلا معارفي، اهلياتهم، الاصدقاء، فهن لحالهم بيكتسبوا هذا الشيء. يعني دوما العمل بيقولوا انه عمل واحد او فعل واحد افضل من عده شعارات لا تنفذ. فنحن عنا مهم انه انا يشوفوني فعلا، انا مو بس بقول بتصل الصبح، بعايد، ببعث رساله، بعمل لهم لو القدر المستطاع انه هي جمعه العيد بقدر ادعي ناس لعندي، فهذا الحال بترسخ عند ابنائنا سواء كانوا اطفال او مراهقين او شباب. بس ما كل اليوم الناس بهي الظروف قادره انها تدعي حدا، وقادره انها تزور، وقادره بسبب المسافات تسافر، كان عند بيت التيتي، عند الجد اللي نحن كنا ننتظر هذا العيد كرمال نشوفهم، كرمال العيدية اليوم، حتى العيدية يعني صارت كمان مختصرة القصة. اليوم هدول الأطفال خلقوا بمجتمع مهيأ، يعني هو جاهز أنه ما عندنا هي، خلينا نقول راحت القصص القديمة، راحت الجماعات، العيديات، الأكلة الطيبة، هدول القصص. اليوم كيف نقدر نقنعهم بهذا العيد؟ يعني تمام. اقناع وليس الزام. تماما. هلا في الظروف صعبة، نحن قلنا أضعف يعني الأمور
ممكن نحن عن طريق وسائل التواصل، يعني هي شيء مفروض علينا لكن له ايجابياته وسلبياته. نحن لما بنعمل اتصال مباشر مع الاهل مع الناس، انا على اعتبار انا ببلد او بمنطقه ما فيني زور مثلا اهلي، ما في مواصلات، وضعي صعب، فانا هون شو بعمل؟ مثال انا بتصل لو بفيديو بشكل جماعي انه هذا اول يوم العيد، بتفق مع اخواتي انه يكون في مثلا مكالمه جماعيه. هي لحالها بتعزز معلش عند الاولاد، يعني قدر المستطاع هي ما بتكلف هذا الشيء الكثير. يعني مهم نحن نبحث عن حل اللي نقدر نساوي. انا ما عم اقول في شيء انه كل شيء الامور موفره لاطفالنا مثل ما كان زمان، اكيد لا. هلا بالمقابل الاطفال انا لما باخذهم حديقه هي متوفره للجميع، كمان بيحسوا انه اليوم له طابع خاص. ممكن الجيران انا ما فيني زور جيراني، هن الناحي، يعني ما فيني اسافر لكن عند اهلي ممكن انا جيراني يعني اعزز لهم لو بالشيء البسيط بس ضروري. لانه شوفوا الابناء للاسف مو عم يفقدوها، فقدوها تماماً. ابنائنا شبابنا فقدوها، يعني ما عاد عندهم مثل اليوم الصبح نحن كان عندنا له قدسيه معينه كثير مميزه، خصوصي ليله العيد. ليله العيد هذا الانتظار كان عندنا سابقا اجمل من حتى من العيد، هذا الانتظار الصبح شو بدنا نهيئ، ناطرين العيديه، ناطرين نروح نزور اهلينا بيت الجده الجده. بس هون حق على مين؟ هلا لا، والظروف هي فرقت طبعا، الظروف والاهل يعني كانت غير اقوى منا كانت تمام، يعني كانوا اهلينا يهيئونا على القصه، نعجقها كثير نردد الاسواق ونجيب المعمول والاقراص وهدول القصص. اليوم كونه ما في هي الامكانيات الكثيره فهدول المظاهر كثير خفت يعني انعكست بشكل سلبي على الطفل يعني تمام. فهو اليوم حقه ما يشعر بهي الفرحه اللي كنا نحن عايشينها. هلا تماما، كمان لا تنسي الظرف اللي صار، الحرب الكونيه اللي صارت على سوريا، يعني هي اثرت تاثير كبير سلبي، فهذا الشيء الظرف هو فرض علينا. يعني نحن سابقا كنا انا مثلا بالبيت كنت دوما جهز المعمول، انا شغل ايدي، الان عم بستعين انه لا خلص موجود جاهز الشيء اللي بنقدر عليه. في شيء انه كان يعني كان عندنا هذا من الاولويات، هلا صار في عندنا اولويات اهم طبعاً. هذا مهم لكن صار عندنا في شيء اهم، لذلك نحن هون نقطه ضروري لو بقدر المستطاع انا لو بقدر اجيب لهم شيء بسيط انه هذا للعيد، هذا بيعزز لهم تمام المعنى الحقيقي وجوهري انه القيمه الجوهريه للعيد طبعاً. يعني هذا قدر المستطاع، وهذا الشيء دائما بننوه عليه انه قد ما كانت الظروف صعبه يعني الا الواحد ما يكون في مساحه صغيره ولو بسيطه جدا قادر تمام. بس مشان اذا نحن كبار بنقول ما في فرحه عيد ولكن الطفل حقه يعيشها تماماً. خلينا نحكي عن موضوع كثير مهم وحابين من خلالك ننوه عليه، سلوكيات اليوم الاهل برايك الخاطئه قديش عم تغرس احيانا عند الطفل، يعني مفاهيم بشكل عكسي ممكن الاهل نلاقيهم عم يتصرفوا تصرف غلط، مثل اذا حدا دق على الباب بقول ماما ما انا هون او بابا ما انا هون، او مثلا حدا من الاقارب بتواصل هن بيقولوا ما بدي احكي معه هلا، قديش برايك هي سلوكيات خاطئه ممكن عن جد تنعكس بشكل كثير خطير على هلا السلوكيات بشكل عام؟ نحن عم نحكي بدأنا حوارنا انه عن ايام العيد، لكن بشكل عام سواء بالعيد او غير العيد هي السلوكيات نحن علينا دوما، انا ذكرت من شوي انه القول مع العمل نقلنه سوا. في نقطة انه ابني انا ما في داعي اقول له لابني انه لازم انه تكون انت انسان صادق، ما هو شايفني كيف عم بتعامل، لازم تكون انت متعاون مع الغير، لازم تكون تحب العطاء وتقديم الخير للناس، ما هو طالما شايفني ما في داعي اعطيه شعارات، خلص هو عم ينشأ مثل ما انا ربيته. نفس الشيء انا بقول المعلم كمان له دور كثير كبير، الموجه التربوي ما في داعي يعطيهم، هو عم يشوفوه انه فعلا هذا الانسان عنده عطاء عنده محبة للغير. فهي السلوكيات نحن لازم ضروري ناكد عليه، لانه هي على فكرة بالطفولة ضروري كتير تضل بنفوسهم للأبناء لحتى يكبروا لحتى يربوا أولادهم، نقطة كتير مهمة للأسف البعض بيغفل عنها. أنا ضروري كتير كون صادقة مع ابني، لأنه أنا لما ما عم كون صادقة لا سمح الله فأنا عم بعمل له شرخ بنفسيته بشخصيته، عم بضعف له شخصي. يعني الطفل اللي بيحتار مثلا أو مراهق بيجي تليفون قوله ماما مون، فهو شو بصير بين بده يقول الصدق اللي متعود عليه وبين بده ينفذ كلام الوالدة أو الوالد، فهون صار في صراع، بداية بتعذب كتير بعدين بصير عنده إياها أمر طبيعي، لكن هو فقد جزء كتير مهم بشخصيته هو الثقة بنفسه.
وهون بتجي مشكلة زج الأطفال بصراعات الأهل مع المحيط. يعني اليوم كرمال أنا ما بحب صراعات النفسية كثير من الناس، فنفسية وابني شافني أنا ما كتير بحب هذا الشخص أو ما بحب أنه أتعامل معه، فلحاله يعني بتنتقل له العدوى باللاشعور أنه أنا الماما ما بتحب هدول الأشخاص فأنا ما لازم حبهم. اليوم قديه مهم صلة الرحم بهذا العيد ومهم المسامحة. خلينا نقول ولو في ناس كتير بتقول لك انا ما فيني سامح، يعني في قصص كتير ما رأيت ما فيني اتجاوزها، ولكن قديه لازم نحاول كرمال اولادنا انه يتعلموا هاي القصه مننا. هلا في نقطة نحن بنقول صلة الأرحام بشكل عام، وجود العائلة هو فعلا الكنز الحقيقي. أنا بقول مو بقصد العائلة الدائرة المصغرة، لا، العائلة بشكل عام هو المجتمع، يعني العائلة، الجد، الجدة، الأخوال، الأعمام، هذا كله، الأصدقاء، هذا كله من ضمن العائلة. فهذا أمر ضروري كثير، يعني هو قيمة حقيقية، قيمة فعلا حقيقية لو نحن بدنا نعززها عند أبنائنا. ضروري كتير أنا مثلا في تصرف شخص مثل ما قلتي أنه هي ما فيها تسامح، شخص تصرف مثلا تصرف كان سلبي، أنا بأكد لأولادي أنه هذا التصرف هذا كان غير إيجابي وهذا غير منيح وأنا عامل لي حزن، لكن هذا ما معناته أنه أنا بطل بحكي معه، ما بقعد بحكي معه، لا، صلة الأرحام واجبة. هلأ ضروري، لأنه إذا أنا ما نوهت له فهو بده يصير مثل ما قلتي تنتقل هذا البغض والكراهية، ونحن بنكون عم نهدم شخصيته لابني. يعني أنا صح ما بدي يكون أنا، بدي يكون أنا يعني نوعا ما متوازنة بالتعامل. هو زعجني لكن ابني ما له علاقة، ما هو ما زعج ابني هذا الشخص، فأنا ليش لحتى أنقل له هالكراهية؟ ليش لحتى أكد عليه ممنوع تحكي معه، ممنوع إذا شفته بالطريق؟ أحيانا ما بتقلي له ممنوع، ولكن عم تصير أغلاط كتير أنه الولد عم يسمع أحاديث الأهل فلحاله بتصير عنده ردة فعل وبياخدها، يعني بتتفاجئ أحيانا أنه أنت ابنك ليش أخذ هذا الموقف؟ تمام. هلا هو مجرد انا قلت له انا صح احزنني هذا التصرف، لكن انا لانه هو من العائله وصله الارحام واجبه انا عم ضل واستمر وزوره واتواصل معه. هلا انا بعدين ممكن خلص بيمرق الايام بننسى ونحن لازم نتسامح، فهو لحاله بيغير شيئا فشيء، لكن انا ما بدي اكد له انه انا كثير يعني رح انهار من وراء هذا الكلمه او هذا هي الكلمه او هذا التصرف. ضروري كثير لابنائنا، لانه اذا ما عملنا هيك معناتها نحن عم نهدم لهم شخصيتهم. وعلى فكره هو الابن سواء كان مراهق أو كان طفل أو حتى مرحلة الشباب، هو بداية بيساير الأهل من محبة، بعدين بيصير هو أنه بيصير بينتقل هاي الكراهية لا شعوريا. فأنا هون ما بدي خلي شخصيته حاملة هذا البغض والكره، لأنه مو متحمل محيطنا، مو متحمل الوضع بشكل عام، فوق الوضع الصعب إحنا بنقول هاي الكراهية والبغض والحسد، وبيأذي نفسه قبل ما يأذي الآخرين، هذا اللي بيحمل بنفسه الكره والبغض. نعم، يعني بالختام بدنا نشكر اليوم وجودك معنا الدكتورة رولا السداوي استاذه بعلم النفس لكل المعلومات والطاقه الحلوه اللي منحتينا. شكرا دكتوره، واضحى مبارك عليك وعلى كل عائلتك. شكرا، كل عام وانتم بخير.